السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آية ظهور المهدي المنتظر هي آية الدخان التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه في سورة الدخان. وأما سر ذلك الدخان فهو قادم من كوكب صقر بسبب مرورها بجانب كوكبنا شرطا من أشراط الساعة الكبرى. تفاصيل ذلك نجده في هذا الاقتباس من بيان يحمل سؤالا وجوابا محكم الذكر. صدر هذا البيان بتاريخ 20 من شهر شوال سنة 1431 للهجرة، الموافق 30 من شهر أغسطس لسنة 2010. بسم الله الرحمن الرحيم، وإليكم السؤال والجواب من محكم الكتاب ذكرى لأولي الألباب. السؤال الأول: فهل للبشر شيء من الأمر في اختيار خليفة الله في الأرض المهدي المنتظر؟ الجواب: قال الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. صدق الله العظيم. السؤال الثاني: وهل آية التصديق للمهدي المنتظر ستكون خسفا في البيداء أم أنها آية تنزل من السماء حتى تظل أعناق البشر جميعا من هولها خاضعين لخليفة الله في الأرض المهدي المنتظر؟ والجواب: قال الله تعالى: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. صدق الله العظيم. السؤال الثالث: وما هي هذه الآية التي سينزلها الله من السماء حتى يصدقوا بالحق من ربهم فتخضع أعناقهم من هولها لخليفة الله في الأرض؟ فهل تم تفصيلها من محكم الكتاب؟ والجواب: قال الله تعالى: بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. صدق الله العظيم. السؤال الرابع: إنه قد يتبين للمتدبر بأن قول الله تعالى يخشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. صدق الله العظيم. وكأن هذه الآية سوف تشمل قرى الناس جميعا مسلمهم والكافر، آية التصديق لخليفة الله في الأرض المهدي المنتظر. فكيف يعذب الله قرى المسلمين مع قرى الكافرين؟ والجواب: قال الله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. صدق الله العظيم. السؤال الخامس: فهل هذا يعني أن الله يبعث الإمام المهدي وقد ملئت الأرض جورا وظلما في قرى الكافرين والمسلمين، ولذلك تشمل آية العذاب قرى الكافرين والمسلمين؟ والجواب: وقال الله تعالى: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. صدق الله العظيم. السؤال السادس: وهل آية العذاب المنتظر لم يكن قدرها في عصر خاتم الأنبياء والمسلمين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والجواب: قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق الله العظيم. السؤال السابع: وهل آية العذاب التي سوف تشمل جميع قرى البشر مسلمهم والكافر هي آية التصديق والنصر والظهور لخليفة الله المهدي المنتظر في ليلة على كافة البشر؟ فهل هي شرط من أشراط الساعة الكبرى قبل يوم القيامة؟ الجواب: قال الله تعالى:
وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. صدق الله العظيم. السؤال الثامن: وبما يسمى في الكتاب يوم الظهور للمهدي المنتظر على كافة البشر بآيات العذاب الأليم؟ الجواب: قال الله تعالى: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. صدق الله العظيم. كان هذا اقتباس من بيان للإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني. تجدون البيان كاملا على الرابط الموجود أسفل الفيديو. وإلى الملتقى.